مساكم الله بالخير مشاهدينا. حياكم الله. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج سيدتي. أكيد راح نكون معاكم ساعتين على الهواء أنا ورؤى. أهلا فيك. هلا يا أودي، كيف حالك اليوم؟ أمورك ممتازة؟ على العالم. عادي عادي، احنا قلنا أنه خلاص تعودوا صرنا نمون. المشاهدين صاروا من أهل البيت طبعا، يعني دائما في مشكلة مع أودي، تحب انه تشرب مويه يعني بطريقه معينه، وللاسف انه الكنترول دائما يمنعها من انها طبعا تشرب المويه بطريقتها، فتضطر انه ايش تغبيها. خلاص يعني نقول له صرنا نقولها الى ما ان شاء الله يتعودوا المشاهدين وكمان حتى المخرجين، وتفضل يعني انا الان في حرب مع المويه حقتي مع المخرجين. أي. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني سيتم الاقناع اني احط مويتي هنا ان شاء الله باذن واحد احد. انا ما اكسل عن اي شيء في الحياه، ما شاء الله عليك. بقعد اذن 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 لما يوافقون. برافو، انا احب الناس اللي يصروا. اودي طب خليني اقول لك شيء. استني خليني اقول يا هلا وسهلا، مساك الله بالخير. مشاهدينا طبعا خلينا نرحب بكم ونقول لكم يا اهلا وسهلا فيكم. خلال هذه الساعتين راح تتابعوا معنا كثير من الموضوعات، راح طبعا نناقشها بالتفصيل مع المختصين. في كل مره نحاول انه احنا نسلط الضوء على بعض الموضوعات اللي تهم الاسره والمجتمع. في أشياء عندنا، حنتكلم عن الجمال، حنتكلم كمان عندنا فقرة مطبخ سيدتي اليوم كمان، فحضروا لي هذه الفقرة الحين. أقدر أقول لك يا أودي ها تفضلي. شوف والله واضحة الحلقة اليوم. والله أسمع حتكون. والله العظيم أني أنا ما أقصد، يعني أنا إنسانة كذا يعني بس عفوية. أي ها يا أوتوكيو، أمشوا مع أودي يا جماعة. خلاص أمشي يا أوتوكيو، فضحتونا يا أوتوكيو. خليني أقول لك، من ضمن الأشياء الحلوة اللي احنا تكلمنا فيها، مو اللي احنا تكلمنا فيها، اللي احنا ممكن قاعدين نسمعها الفترة اللي فاتت عن المشاكل اللي تصير في الحياة العامة. خطبة الجمعة كانت هذه المرة كلها عن العلاقات بين الزوجين، واللي شدت من خلالها على التغاضي وعدم كثرة العتاب، وكيف أنها فعلا ممكن تفرق مو بس بين الزوجين، حتى بين الأهل وبين الأصحاب والعلاقات بكل أنواعها. يعني الحين لما رأى إحنا قاعدين نتكلم عن المشاكل، مثلاً المشاكل أو العتاب، هل أنت مع أو ضد أنك أنت تعاتبين الشخص اللي يكون حولك؟ دائماً نقول أنه العتب على قدر المحبة، لكن وأنا بالنسبة لي بصراحة العتب أودي هو فرصة للتعبير عن المشاعر، فرصة للتواصل إذا كان العتاب هذا صحيح. في ناس لا، يعني هدفها دائما تحطك في موقف التبرير، صح. فأنا أعتب عليك طول الوقت وأنت تضطري أنك تبرري طول الوقت. هذول الناس يعني ما أتكلم، مو هذه الفئة اللي أنا أقصدها. أنا كنت دائما أسأل نفسي، شوف أنا من الناس اللي ما أعتب ولا أحب أحد يعتب علي، فلما كنت أسترجع نفسي وأسأل ليش أنا إنسانة ما أحب العتاب، اكتشفت مع الوقت أني ما أحب الصدام. العتاب إذا كان ما هو بطريقة صحيحة ولا في وقت مناسب ولا بالمصطلحات المناسبة ممكن يعمل نوع من الصدام أو يحطني في حالة دفاع، فبالتالي أقلب هذا الدفاع إلى هجوم، بعد الهجوم يصير استقعاد. زي ما أنت عتبت علي في يوم، فأنا حأقعد لأودي عشان في يوم من الأيام أرد هذا العتاب. فلهذا السبب أقول أنه صحيح العتاب شيء جميل، لأنه هو يعزز من لغة التواصل ما بين الأزواج، ما بين الأصحاب، ما بين الأهل، لكن المهم انه الواحد ينتبه كيف ومتى يعاتب، لانه هذا الموضوع جدا حساس، جدا جدا حساس. اذا اسيء استخدامه راح يكون مفعوله عكسي. انت كيف طريقتك مع العتاب؟ انا يعني انت عرفتني رؤى، يمكن جربتيني في مواقف كثيره، انا اواجه بس يعني انتقي كلماتي والفاظي اثناء العتاب عشان ما ابغى بعدين العتاب يقلب من عتاب عشان نصفي نفوس بعض الى مشكله. عادي يلا ندخل من مشكلة إلى مشكلة. لازم الواحد ينتقي ألفاظه دائما في العتاب، سواء كان بين الأخت وأختها، بين الأم وبناتها، بين البنات وأمهم، بين الزوج والزوجة، بين الزملاء حتى في العمل، وبين حتى الأصدقاء. فالعتاب أنا أشوفه بالنسبة لي حلو إذا كان في قيود وألفاظ معينة أحاول أبتعد عنها في العتاب. يعني مثلا إذا أنا كنت في الأيام العادية أقول لفظ عادي وأشوف أنه عادي، وقت العتاب لازم اكون جدا حريصه على الفاظي عشان ما يقلب علي العتاب، ما يكون في تجريح او ما يقلب. صح. نعم. صح. بس انا حبيت الكلمه اللي قلتيها انه الهدف انه احنا نصفي النفوس. يس. مش اني انا اطلع غلطان او انت تطلع غلطان. لا يعني أبداً. فالهدف الاساسي انه الامور تكون واضحه واقدر انا اشرح ايش الموقف اللي انا حسيت به او ايش المشاعر اللي انا حسيت بها. برافو عليك. بس في مشكله كمان يا رؤى، في ناس استغفر الله يعني لما تشوفين اتصال تقولين اوه الله يستر، تعاتب على كل ساقطه ولقطه.
أنا ذاك اليوم لما كنت قاعدة معاك كلمتيني بطريقة ما عجبتني. تدخل في النوايا. أنا لما مدري إيش. لا، في ناس يعني تستهلك العتاب لدرجة ما عاد له قيمة. يعني ينفرك من الشخص اللي قدامك. صح. فأنا ما أحب كثرة العتاب صراحة، يعني أنا أعاتب بس ما أعاتب كثير، ولا أحب الشخص يكثر من عتابه، بالعكس أحب اللي يعاتبني. أيوه. يعني أحس بقيمتي عنده. في شخص مرة قال لي نصيحة، كان يقول لي رؤى دائما خلي لزعلك قيمة. صح. قلت له بمعنى، قال لي لا تزعلي على كل شيء. صح. ففعلا الواحد لازم يعرف، يعني مش لازم أسوي أنا البنت الدلوعة، أنا البنت الحساسة، أنا مش عارف مين، لا، يعني حتى هذه الأمور اللي هي تكون جدا حساسة الواحد لازم ينتبه كيف ومتى وليش. وبما أنك جبتي طار الزعل، يعني بما أنه كمان خطوة الجمعة كانت على بين الأزواج، الزعل المرأة كل ما كثرت زعلها كل ما قللت قيمتها وقدرها عند زوجها. لازم ما تكون شخص زعول، ولا تزعل ولا تتشره ولا تقعد 24 ساعة تبكي أو أي كلمة يقولها لها حتى لو بداع المزح تقوم تقلبها مناحة وتقعد تصيح. خلي لدمعتك وزعلك مثل ما قلتي يا رؤى قيمة. صح. خلينا نطلع ونشوف مواضيعنا اليوم. ما هي المهارات الأساسية للتفاوض على الراتب؟ شيف فراس عدوان رح يعرفنا على طريقة عمل النيوكي الإيطالي، وبعد رح نتكلم عن عمليات تجميل الجفون وهل نتائجها مضمونة لمحاربة التقدم في السن؟ لارا سمحان طبيبة دمجت ما بين الطب والفن والكتابة. إذن مشاهدينا، خلينا نبدأ الحلقة بجولة إخبارية سريعة. وفي مجال فصل التوائم الملتصقة، من المجالات اللي تعتبر رائدة واللي سجلت فيها المملكة نجاحات استثنائية بالرغم من أنها تعتبر من أصعب وأدق العمليات وربما تكون أعقد الجراحات عالميا، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويطول بعمره عن المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، واللي راح يكون الأول من نوعه وراح يجتمع فيه جميع التوائم الملتصقون بعد ما تم فصلهم أكيد بمشاركة نخبة من أطباء العالم والخبراء. حقيقة يعني هذه من أحلى قصص اللي الواحد ممكن يسلط عليها الضوء، ودي ربما هنا كمان إحنا برنامج سيدتي كثير كنا نغطي بأدق التفاصيل لعمليات طبعا الفصل السيامي، فأكيد مشكورين مركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الحفل، خليني أقول اللي راح يجمع فيه كثير من الحالات اللي تكللت بالنجاح، وأكيد يعني كمان إحنا نحب نعرف كيف بعد كذا يعني كملوا حياتهم. صحيح. عرفتي؟ صحيح. يعني احنا سنوات نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا هذا المؤتمر يعتبر من دعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان وقياده الدكتور عبد الله الربيعه، اللي ارتبط اسمه عالميا بعمليات فصل التوائم السياميه اللي اكيد دائما وابدا بعد فضل ربي تكون ناجحه. صحيح صحيح. يعني انت زي ما شفتي دائما ابواب المملكه العربيه السعوديه مفتوحه، كثير حالات شفناها من حول العالم، من اليمن، من السودان، من الجزائر، يعني لو اعدت جنسيات كثير. صح. يعني كانوا متواجدين، والحمد لله انه الفرحه بتكون فرحتين، يعني حتى احنا كمان بنشاركهم طبعا بهذا الشعور وبهذا الفرحه ونقول لهم الله يعطيكم العافيه. فعلا يعني الحمد لله الحين المملكة العربية السعودية لما نتكلم على المجال الصحي والمجال الطبي نقول دائما عندنا الكوادر الطبية، الأجهزة، مؤهلين لجميع الحالات المعقدة وغيرها. فأكيد طبعا ربما نحتف برنامج سيتي وكمان راح نتابع هذا المؤتمر
وربما كمان تكون عندنا تغطية مفصلة في الأيام الجاية. كمان دائما يقولوا يا أودي من طول الغيبات جاب الغنايم. جاب الغنايم، وهذا اللي سواه أبو نورة بعد رجعته للفن بعد غياب. رجع بألبوم جديد، 6 أغاني جديدة، بالتأكيد راح تكون بتعاون مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، وراح يتم إطلاقها في يوم 11 نوفمبر مثل ما أعلنت روتانا في حساباتها. تسمعه في البر، تسمعه وانت ماسك خط، وتسمعه في كل الأماكن، ويطربك في كل وقت. ومن حول العالم كمان خلنا نروح هذه المرة على الصين. اسمعي هذا الخبر رح يعجبك كثير يا أودي. طبعا لفتني مقطع فيديو يا جماعة لأحد العادات الغريبة اللي يسووها الشعب الصيني، وهو مكان مخصص إيش يسووا فيه؟ يحطوا السي في، السيرة الذاتية، يحطوا فيها معلومات مثلا وظيفتهم، رواتبهم، أسماءهم، ولكن الهدف ليس الوظيفة، البحث عن شريك حياة. ما رأيك بذلك يا أودي؟ أمس كنا أنا وما هنتكلم عن أنه الزوج في كانت تغريدة للدكتور يتكلم على أنه المفروض الزوج ما يدري، المفروض الزوجة ما تعرف كم راتب زوجها. أيه. فخلونا نتعلم شوية من الصين. شفتي كيف الشفافية والوضوح يا أودي في كل شيء. بعدين بقول لك شيء، ترى الزوج والزوجة شريكين حياة. يعني فشيء مهم أنه هو يدري وأنا أدري قبل لا أرتبط فيه. يا جماعة أنتم بس ملاحظين اللي أنا ملاحظته، أودي تركت الموقف وركزت على موضوع أنه تعرف الراتب. كل واحد يركز على أهدافه ويرأى. كل واحد يركز على أهدافه. طيب والفكرة أنهم هم يعلقوا السي في. والله عجبتني، والله عجبتني مرة حلوة. صح؟ والصورة بعد. أيوة. يعني نفس موضوع الخطابة، بس عرفت يعني هم خطابتهم في الصين هم يخطبون في مكان البعض. عام. في مكان عام كذا يحطون جدار يعني، ولا ما أدري شو أنت قلتي عنه قبل شوي. أي أي. ويبدأون. هي منطقة كذا يعلقوا فيها زي الجدارية ويعلقوا فيها السي في هات. بس شفتي اللي حاطت اللون الزهري، يعني أنا بنت، واللي حاطت اللون الأبيض وكذا. طب خليني أسألك. تحطين السي في حقك؟ طب ما تسأليني، هل ممكن أحط معلوماتي عند خطابة؟ هقول لك لا. نفس تقولي نفس الخطابة. يومي أنا. طب أنا بسألك سؤال. تتوقعي هم مثلا أنا رحت شفت السي فيات. أيوه. وأنا عجبني واحد، أشيل السي في حقه عشان ما حيتواصل معه؟ أيوه طبعاً. ها تخليه معلق ولا تاخذي كابشر وتروحي؟ يمكن ما اتفقنا أنا وياه. مو أنتِ أرجعي السي في؟ هي ستيب باي ستيب. طيب. وتصدقي هذا يبغى لنا نسألهم إيش يسووا في هذه الحالة. شفتي؟ والله تهتم بالتفاصيل يا جماعة، ما شاء الله عليك. انت ما تعرفين رؤى، يعني على قد ما انا وانت عاشرنا بعض وللاسف بس في اشياء ما تعرفينها. تفاجئيني، انت عبارة عن كندر سبرايز اصلا، كل يوم بتفاجئيني باشياء جديدة يا أودي. لا بس حقيقة خليني اسالك، تتوقعي ليش عندهم هذه الثقافة في الصين؟ لان ما عندهم خطابات وما عندهم زواجات وما عندهم مثلا، يعني يمكن ملوا من وسائل التواصل الاجتماعي انهم يتواصلون. انت عارفه الغرب كثير يعتمدون على هذه البرامج انهم هم يتواصلون او يشوفون. طيب فيها مشاكل كثير. في مواقع ما اعرف الصين موجوده ولا، لانه الصين اصلا هم عايشين في عالم منفصل، ما اعرف اذا عندهم مثلا بعض التطبيقات للتعارف او المواعده، لانه في اوروبا موجود. الكل صار يخاف يعطيكي. أيوه. معلومات وهميه. صح. اشياء، ويمكن حتى الاسم وهمي، يمكن حتى الوظيفه وهمي، يمكن حتى الراتب وهمي. فلما يحط السي في حقه خلاص يعني هذا شيء اروح اسال عنه، مثبت اقدر اسال، لانه هو حاط حتى وظيفته وين مكانه، فاروح اقدر اسال عنه. صح. يعني فافضل مواقع التواصل احط الرقم الاي دي اهم شيء عشان نعمل مسح امني. اتوقع حاطين اي دي. خلوني اطلع معاكم لخبر جميل. تداول رواد التواصل الاجتماعي انجاز جديد لطبيبه مبتكره وباحثه قدرت انها تدمج بين الطب وبين الفن والابتكار، وحصلت على براءه اختراع تساعدها بعمل نظارة لمساعدة المكفوفين. طبعا بالتأكيد رح نتعرف أكثر عن هذا الابتكار. معنا في الاستوديو الدكتورة لارا سمحان وهي طبيبة عامة. أهلا وسهلا فيك دكتورة لارا، حياك الله. أهلا وسهلا، نورتينا دكتورة. الله يسعدكم، النور معكم. يعطيك العافية، تفضلي. يعافيك يا رب. دكتورة، يعني بالبداية ابتكرتي نظارة للمكفوفين وحصلتي فيها على اختراع، براءة اختراع، كيف جتك الفكرة؟ So basically بالنسبة للنظارة هي عبارة عن augmented virtual reality glasses for the blind. زي ما نعرف في مرة كثير مكفوفين. لحظة دكتورة. عربي. اوكي. لا معلومات طبية ما نعرف، يعني شوي عشان نفهم. حاضر. So basically هذه النظارة هي تساعد المكفوفين انهم يشوفون، او تساعدهم انهم يعرفون ايش في المحيط الخارجي اللي حواليهم. زي ما نعرف هذول المكفوفين ما يشوفون ولا اي شيء،
فدائما هم يكونوا يعتمدون على غيرهم، فعشان يا يعتمدون على غيرهم يحتاجوا احد يرافقهم، يا يمسكون عصا على اساس هذه العصا تدلهم انهم على امل ما يوقعون او ما ينطبشون قدامهم. طبعا هذه العصا ما فيها اي ذره امان، فانا قلت ليش بدل ما هذول المكفوفين المساكين يمسكون العصا يتقون العصا في الارض وما يشوفون ولا اي شيء على امل انهم ما يوقعون ويكونون مره ديبندنت يعتمدون على غيرهم، ليش ما ابتكر شيء يساعدهم انهم يكونوا فانكشنال ويعتمدوا على انفسهم. فبيسكلي هذه النظاره هي فيها كاميرا 360 degrees تترجم المحيط الخارجي لهم عن طريق سماعه وايرلس، وبيسكلي هي تترجم كل شيء حواليهم، وفيها كمان فايبريشن انها هزازات بحيث انه مثلا اذا قربوا على خطر على اي شيء تصير تهز، تكون كمان مشبوكه عن طريق السولار باور عن طريق اشعه الشمس بحيث انه مثلا ما يتعبون يوم يجوا يشحنوها. فبيسكلي فيها ميزات مره كثيره، بهذه الطريقه يصيروا فانكشنال، يصيروا ما يعتمدون على احد وما يحتاجون هذه العصا، ويصيروا باذن الله يشتغلون في اي مكان مثلي ومثلك ومثل اي احد ثاني. واو، يعني بصراحه جميل جدا هذا الاختراع دكتوره لارا، لكن خليني اسالك، يعني نعرف احنا حالات العمى مختلفه، صحيح، هل هذه النظاره هي مناسبه لجميع حالات العمى؟ ايوه، سو بيسكلي هذه النظاره هي تساعد الناس اللي ما المكفوفين اللي ما يشوفون اي شيء. واو، ما زال احنا وي تارجت هذول اللي ما يشوفون اي شيء، كمان الحالات اللي سيفير فيجوال امبيرمنت اللي حتى يشوفون بس شيء مره بسيط، او الحالات الابسط منها targets everybody سواء المرة مكفوفين أو حتى الدرجات الأقل منها. جميل. طيب ليش اخترتي بالذات عمل ابتكار للأشخاص المكفوفين؟ إيه، زي ما احنا نعرف في مرة كثير نسبة عالميا من الناس المكفوفين، فأنا ودي لما نسوي أي شيء سواء اختراع أو أي شيء ثاني يكون عندنا التارجت أو نساعد أكبر فئة ممكن من العالم، ونعرف مرة كثير صراحة ناس عندهم مكفوفين أو ما يشوفون مرة زين، فإذا احنا ساعدنا ناس مرة كبيرة هذا الشيء كنا ساعدنا العالم كله ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. عشان كذا انا اخترت انه شيء يساعد اكبر عدد ممكن من البشر باذن الله. اتفق معاكي. خليني اسالك من ناحيه ثانيه على موضوع المده الزمنيه، يعني هذه الاشارات مدى سرعتها، إيه؟ يعني احنا في تحركاتنا الطبيعيه فيو سكند، يعني ناخذ معنا ثواني. اذا كيف ممكن تشتغل هذه النظاره بطريقه تتناسب مع السرعه او الاشياء الطبيعيه الروتينيه اللي انا امارسها في يومي؟ سو بيسكلي مثل ما نعرف الحمد لله احنا الحين في زمن الذكاء الاصطناعي والروبوتكس، فهذه النظاره ما هي بس مثل اي نظاره عاديه، يكون داخل فيها الذكاء الاصطناعي ويكون داخل فيها الروبوتكس بحيث انها تكون مناسبه ومتناسقه مع الزمن اللي احنا نمشي فيه، بحيث ان احتاجت اي تطوير باذن الله سواء الجيل الثاني الثالث تكون اوريدي مناسبه ومتناسقه مع الزمن اللي احنا نمشي فيه بحيث انه تلبي كل وجميع طلبات المكفوفين باذن الله. طيب دكتور، يعني الله يجعله في ميزان حسناتك هذا الشيء اللي انت سويتيه العظيم، بس خليني انتقل لاختراع ثاني، او انك قاعد تشتغلين على اختراع ثاني يخص هدر المياه. ايوه، وشو هذا الاختراع؟ ايوه، سو هذا الاختراع اسمه sustainability to prevent water loss، اللي هو الاختراع يساعد على تقليل هدر المياه عالميا 40% تقريبا يصير عندنا هدر المياه. فاذا احنا مسكنا هذا 40% وحاولنا نقللها الى اكبر قدر ممكن نكون سوينا انجاز عالمي. فاختراعي هو بيسكلي نسوي جهاز برضه يكون فيه ذكاء اصطناعي AI، ويكون كمان داخل فيه روبوتكس، ويكون موجود في التانك حق المويه. مثل ما نعرف اذا احنا دائما مسكنا اساس المشكله اللي هي اساس المشكله دائما يعني مصدر المشكله، نكون حلينا مره كبير نسبه من المشكله نفسها. فانا قلت اهدار المياه تكون من اسباب مره كثيره، فقلت اذا انا اي تارجت التانك حق المويه وحطينا هذا الجهاز في التانك حق المويه بحيث يترقب كل المشاكل اللي تحصل داخل المويه، هذه وقتها تساعدنا انه تو بريفنت اكبر قدر ممكن من اهدار المياه. جميل. سواء كانت النظاره او هذا الاختراع الجديد اللي قلل من هدر المياه، هل مثلا تم تسجيل براءه اختراع في الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه؟ واذا كان ايه، حكينا عن الخطوات والتجربه كيف كانت؟ ايوه، سو بيسكلي انا الان ماشيه مع جامعه الفيصل وقدمنا على intellectual property IP. وأود أشكر عميد كلية الطب دكتور خالد القطان، هو صراحة كان من أول الداعمين لي بعد الله سبحانه وتعالى وأهلي. وإحنا حاليا بإذن الله ماشيين في الاختراعين بإذن الله في التنفيذ حقهم بإذن الله، وعلى أمل إن شاء الله في سنة 2025 يكونوا موجودين إن شاء الله في السوق. وأكيد إحنا دائما همة حتى القمة إن شاء الله، ومع رؤية وطننا الحبيب رؤية 2030 سواء نساعد في الابتكار أو نساعد في الريسيرش عشان دائما إن شاء الله نكون في القمة وعنان حتى السماء إن شاء الله. دكتورة لارا، يعني دائما الأطباء يعني كثير من الناس يقولون يا الله يرحمون إنه ما عندهم وقت فراغ. إيه. كيف دكتورة لارا ممكن تطلع لها وقت فراغ وتمارس فيها هواياتها؟ وإيش هواياتك؟ إيه. أوكي، سو الحمد لله أهم شيء صراحة تنظيم الوقت،
واحيانا كثير احنا كاطباء يعني خاصه في خلال الدراسه الجامعيه ما يكون عندنا وقت مره كثير صراحه، يكون عندنا ضغط ومره معروف انه عندنا امتحان ورا امتحان الى اخره، فكون الواحد يكون عنده هوا اللي هي هوايه من الهوا هذا شيء مره يقلل الضغط ويعطي الواحد تغيير جو ويعطي الواحد ايجابيه وبوزيتيفيتي. فانا صراحه كنت منذ الصغر ارسم، ومن الهاي سكول كنت اكتب كتاب، فقلت ليش ما انمي هذه المواهب وما اوقفها خلال كليه الطب، يعني ما اخلي الطب يكون عاجز او حاجز لي اني اوقف هذه الهوايات، بالعكس هذه تكون فرصه لي اكثر انه احط فيها طاقتي او مثلا يعني تو سبند اكثر تايم مع الهوايات، يعني الطب مع الهوايات. ولله الحمد قدرت اطور موهبه الفن، والحمد لله انا الحين مع تعاون مع ميسك ارت انستيتيوت اللي هي ميسك الفنون اللي هي تابعه للامير محمد بن سلمان الله يحفظه، مدعمه كامله، فولله الحمد ما هم مقصرين السعوديه سواء لدعم الفنانين وتطويرنا، فهذا الشيء مره يساعدني صراحه اطور، وهذا بيسكلي مكان لتقابل الفنانين، فهذا اول شيء. بالنسبه للكتاب ولله الحمد اصدر لي كتاب قبل 3 سنوات اسمه Is It Me؟ هل هذا أنا؟ هو عبارة عن كتاب تحفيزي عشان يساعد لنشر التحفيز والإيجابية لجميع الأعمار، ومع هذا الأشياء تم لي إصدار اختراعي، براءة اختراع على الاختراعين اللي هو حق المياه وكمان حق النظارات، وفزت فيها كمان في مسابقة، فلله الحمد. فهذا الشيء طبعا يشجعني أكثر أنه أكمل في الطب ونتنور، ودائما مثل ما قلت هم حتى القمة إن شاء الله، وما نخلي الطب هذا يكون حاجز أو عبء علينا، بل بالعكس إن شاء الله هذا عمل إنساني، وإن شاء الله دايما نساعد الناس، ومثل ما قلت ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دكتورة لارا يعطيك العافية وشكرا لك، وفعلا أنت قدوة لكل الشباب والبنات في هذه الأيام. شكرا جزيلا، الله يسعدك. معروف بثقافتنا أنه الرجل عيب يبكي وعيب يشتكي أو يطلب المساعدة أو حتى أنه يحس بالتعب. في دراسة أمريكية صادمة تقول أن الرجال اللي تمسكوا مظاهر الرجولة وتعودوا على إخفاء مشاعرهم أو حتى تجاهلهم للتعب ممكن تكون هذه التصرفات خطر على صحتهم وتؤدي إلى تقصير أعمارهم بمعدلات ملحوظة. أدلي بدلو تفضلي. أنا استغربت أن يقولون دراسة أمريكية صادمة، يعني هذا المنطق؟ لا يعني هذا الطبيعي، هذا المنطق لأي إنسان اللي يكتم؟ اللي يكتم، أي شخص في الدنيا أي يكتم سواء كانت بنت أو كان ولد هو راح تصير له مشاكل نفسيه. على صعيد ثقافتنا ايوه وموروثنا احنا اللي احنا متعودين عليه، انت رجال عيب تبكي. هذه تخلي دائما بالطفل الولد بالذات الذكر تخليه لما يكبر يصير عنده مشاكل نفسيه لانه ما يقدر انه هو يعبر عن عواطفه او عن مشاعره. فانا كنا دائما حتى كان دكاتره معانا فدائما نقول للام لا عمرك تقولين لولدك لا تبكي انت رجال. لا تبكي انت انسان، ابكي انت انسان، مو لا تبكي انت رجال. الواحد حلو انه هو يعبر عن مشاعره، يتكلم عن كل شيء بخاطره، حتى لو بكى احضني وضمي، اسم الله عليك يا بابا، طب وش صار، طب فهمني. علمي طفلك كيف يمكن يكون بينه وبين البشر اللي حولك، انت اول مدرسه لطفلك، كيف يكون في تواصل وكيف ممكن يعبر عن مشاعره. كلامك حلو اودي، بس يعني انا وانت قاعده تقرا الخبر وقاعده بحاول اني احلله، ترى الرجال عندهم طرق تفريغ كثيره يعني بيمارسوها، يعني على من ازل الازل اللي احنا نتكلم فيه من التاريخ القديم، الرجل هو الرجل بطريقه تحمله وكتمان المشاعر. وانا اتفق معك، انا ما اقول لك المفروض ما يعبر، لا المفروض انه يعبر، لكن القصد يعني هل ممكن فعلا انه تكسر اعمارهم بسبب ان هم ما بيعبروا عن مشاعرهم؟ اسم الله اعمارهم اطول من اعمارنا، والاعمار بيد الله في الاخر، في الآخر هم عندهم طريقة معينة للتفريغ وقاعدين بيفرغوا مشاعرهم. حتى التفريغ المشاعر، يعني أقصد عفوا أقصد بس عشان أكمل الفكرة، فطرة الرجال وتركيبتهم مختلفة عن فطرتنا وتركيبتنا. إحنا اللي نحب كلنا نتكلم في نفس البذرة بشر عبارة عن مشاعر. أيوة المشاعر هذه زعل غضب كل شيء لازم الإنسان يعبر عنه. إحنا ناس أيوة عبارة عن روح. يعني الله يكرم الحيوانات مثلا، حتى الحيوان اذا عانى في طفولته من مشاكل كان الناس اللي عندهم يبهذلونه، يكونه يطفون عليه، اتذكر ذي الاخبار يقولون يطفون عليه سيجار او اشياء. ايوه الحيوان لما أيوة يوصل لمرحله مع انه اليف يكون في البيت يصير متوحش. فهذه مشاعر تخص كل الكائنات الحيه. صح صح. الزرعه اذا انت ما سقيتيها تموت، فلازم الواحد يعبر عن مشاعره. هو السؤال، انا مع التعبير، مع التعبير انا ما بقول لك لا، بس طريقه تعبيرهم غير طريقه تعبيرنا.
طريقة تفريغ الطاقة والغضب والوات ايفر يمروا فيه غير عننا احنا. فأنا السؤال، هل يعني في فئة من الرجال للأسف مرة مكبوتين ما يقدروا يعبروا ولا يقدروا يفرغوا طاقتهم ولا يتكلموا؟ نشوف الدراسة الأمريكية إيش تقول بعدين، بنفصلها بالتحليل. بس الإنسان يبقى إنسان، صح؟ أتفق معك أودي، مع أني ما أتفق أنه ممكن هذا التصرف ممكن يسبب لهم أي مشاكل، لأنه تركيبة الرجال بالنسبة لفطرته غير فطرة المرأة. رؤى، أكتشفوا كثير من المشاكل اللي تصيب الإنسان بسبب الكبد، سواء كان رجل أو كان امرأة. الأمراض وغيرها، كلها الأمراض تؤدي إلى إيش؟ إلى الوفاة. أيوه، بعض الأمراض تؤدي إلى الوفاة. أيوه، بس هو رجال، هو لازم يتحمل. حبيبتي، هو بشر، هو عنده خلايا، هو عنده مخ. أيوه، هو عنده أعصاب، هو عنده مشاعر، هو عنده أحاسيس. بس هو قوام، مو يقول لك هو قوام، هو قوام، خلينا نتحمل ضغوط الحياة. قوام بما أنفقه. أنت الحين صرت معاهم. طيب، لا أنا خير. لا والله أنا ماني معاهم، أنا قاعد أقول إن المشاعر سواء كان للرجل أو كانت للمرأة، يعني مو بس الرجل إذا كبت، في حريم كثير. القوامة في المال. إيه، القوامة في المال. أنا أشوف القوامة هي في كل شيء بصراحة. خلينا من القوامة، إحنا موضوعنا مو القوامة، موضوعنا إحنا عن المشاعر. طيب خلاص، عن الكبت يا رؤى. صح، لا تكبت. إيش بقول لك، هم ما يكبتوا، هم يعبروا، هم يفرغوها في مشاعرهم. طب أنا عندي طفل صغير، كيف أنا أخليه يتربى؟ الصغير هذا خليه على جنب. لا، أنا لازم من يوم هو صغير. إيه؟ من يوم هو صغير لازم أعلمه إنه هو يفرغ، علشان بكرة ما يصير عندي مشاكل في عقد نفسية. صح، وأنت رجل لا تبكي. أيوه، أنت إنسان ابكي. خلونا نطلع فاصل سريع ومن بعد نكمل. مشاهدينا، في هذه الفقرة راح نتكلم عن الراتب، لأن هذا الموضوع يعتبر كثير حساس، وكثير ناس ما يعرفوا كيف يتفاوضوا بما يخص الراتب. وربما الراتب هو الشيء الوحيد اللي كل أحد يتمنى أنه ما يخلص. وعلى فكرة طبعا لما نتكلم عن أهمية هذا الموضوع، لأنه في بعض الموظفين يعتقدوا أنهم يحتاجوا زيادة للراتب، لكن ما يعرفوا إيش هي الطريقة الصحيحة اللي ممكن يتفاوضوا فيها مع الإدارة عشان ممكن انهم يحصلوا على بعض الامتيازات في زياده الراتب. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر. اكيد نرحب بضيفنا في الاستديو بالاستاذ محمد الجنيني، متخصص في التوظيف ومدرب معتمد في المقابلات الشخصيه. يا هلا وسهلا وحياك الله. ترى نسمع صوت المشاهدين ايش يقولوا، جيت والله جابك. فاليوم نبغى نطلع بمعلومات يعني فيها بعض الحيل في صالح الموظف يا استاذ محمد. اول شيء خلينا نتكلم عن اهم الحاجات اللي لازم فعلا الموظف ينتبه لها قبل ما هو يروح للاداره ويفاوضهم في موضوع الراتب او زياده الراتب. الله يحييك، حيا الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. طبعا الاشكاليه لدى العديد من الاشخاص دائما عندما يرغبون بالحصول على قيمه سوقيه اعلى، انه تحديدا ما يعرف قيمته السوقيه. وهذه تعتبر مشكله كبيره جدا. يعني دائما لما تحصل على اول وظيفه تعتقد انه الراتب اللي تحصل عليها الان حاليا هو قيمتك السوقيه. فدائما نشدد على انه الشخص عندما يرغب بمعرفه قيمته السوقيه يعني يركز بسوق العمل، يعرف ما هي المهارات التي يجيدها الموجوده في سوق العمل، والاهداف التي يقوم الاخرون بتنفيذها او تحقيقها وهو يقوم بتحقيقها هي المقياس الحقيقي بقيمته السوقيه، وبالتالي يعتمد اعتماد اساسي في انه تعتبر هذه القيمه التي يجب ان يحصل عليها. تمام. طيب لما نتكلم على اهم المهارات المطلوبه لما انا اقدم وظيفه واتفاوض فيها على الراتب، الشركات دائما تركز على جانبين. الجانب الاول تطوير، وهو تطوير المهام الوظيفيه التي تقوم بتنفيذها المرتبطه في الوظيفه، والاهداف، ما هي حجم الاهداف التي يقوم تحقيقها الشخص، هي التي تساهم بشكل كبير جدا في رفع القيمه السوقيه اللي هو الراتب اساسا. خليني ادخل على نقطه زياده الراتب. يعني بطبيعه الحال في بعض الشركات عندهم زيادات سنويه، ولكن لما اجي اتفاوض على زياده الراتب مش في وقت تقديم العرض الوظيفي، انما وانا على راس العمل، ايش الزياده المنطقيه او المقبوله او النسبه عفوا اللي مسموح اني اتكلم فيها مع الاداره؟ يعني اكيد مثلا ما حقول له زدني 10,000 على راتبي مثلا. صحيح. ايش النسبه اللي هي تعتبر منطقيه وقابله للتفاوض؟ طبعا المفترض لما يرغب الشخص بحصول على زياده في مرتبه يجب ان يقوم بالبحث عن هذه الزياده خارج المنظومه، يعني في نفس المنظومه تعتبر خطا انك تبقى اول سنه احترافيه، لانه القيمه التي سوف تحصل عليها تعتبر قليله جدا. الا اذا حصلت على مرتبه وظيفيه اعلى،
وهي طبعا تعتبر في بعض الوظائف التي تعتبر فيها إشكالية، ولكن عندما تركز على وظيفة خارج المنظومة فالزيادة راح تكون أكبر من تركيزك على، يعني أنت الآن تبذل مجهود أنك ترغب أنك تقنع الإدارة وتحقق الأهداف، عليك أن تقوم بنقل هذا المجهود خارج المنظومة أي في سوق العمل. جميل. طبعا الأغلب عنده إشكالية أنه يرى أنها حفز على استقالة أو، لكن صراحة يعني بتطور حنا فيه حاليا والوظائف اللي يعني الفرص كثير كثيرة جدا. طيب حاول أنه هو يرفع راتبه وما قدر يستقيل؟ الدراسات تكلمت عن أنه الشخص يجب أن يبقى في المنظومة قرابة سنة إلى سنتين ثم يقوم بالبحث عن فرصة وظيفية خارج المنظومة، اللي اعتبارات كثيرة جدا، رفع المرتبة، حصول على القيمة السوقية أعلى، المامو بجميع القطاعات، وهذا جانب مسوق بشكل كبير جدا. فإذا فالتركيز دائما يكون أنه يبحث خارج المنظومة، لكن إذا أنك استمريت في وظيفتك ولم تحصل على زيادة فعليك البحث عن مهارات قيادية التي تساعد بشكل جدا على حصولك على المرتبة الأعلى ومثالي حصولك على قيمة السوقية أعلى. أستقيل ولا ما أستقيل؟ لا وإذا لقيت فرصة تستقيل. لا يا رجل ما لقيت فرصة. ما لقيت فرصة تجلس. أقعد في المكان. طيب أستاذ محمد يا أودي. بس عينك على السوق دائما. عينك على السوق ها. هذا أهم حاجة. لازم تعملي مسح. تشوفي كيف تقارني. شوف يعني أنا أشوف مع الراتب في امتيازات ثانية مفروض أنها تكون هي متوفرة للموظف، لكن خليني أركز على موضوع الراتب الآن. يعني ممكن أكثر المعضلات اللي بيواجهوها الشركات هو تسرب الكفاءات، بيستقيلوا بيروحوا بسبب موضوع الراتب، ولكن أنا ما أبغى استقيل لكن أنا أحتاج زيادة في الراتب، أنا قاعدة أسوي مجهود، أنا أضفت، أنا كان مثلا طورت في قسم معين. هذه الأشياء يعني على سبيل المثال أنا دائما كانوا ينصحوني لا تطلبي زيادة في الراتب إلا لما تكوني أنت محققة مجموعة من الأشياء، ساعتها يكون لك الحق أو مو لك الحق، تكوني في موقف قوة خليني أقول للمفاوضة في زيادة الراتب، صحيح؟ والله يعني لما نفكر في موضوع اللي هو الزيادة اللي تحصل عليها في وظيفتك الحالية تعتبر نسبة بسيطة جدا يعني. صحيح. لكن المهم عندي أنا لما أرغب الآن بحصول مثلا على زيادة مثلا، يعني وش الانجازات اللي قمت تحقيقها مثلا؟ ولعلمك ترى الشركات دائما تبحث عن دماء جديده، يعني الشركات لا تبحث عن استقرار الموظف لديها لفترات طويله جدا. طبعا هذا هدر للطاقه، يعني انا المفروض اجيب موظف استثمر فيه. طيب استثمرت فيه، طيب هل هو يعني استثماري الان في هذا الموظف؟ ما هي الافكار الجديده التي تشوفون باستحداثها للموظف مقارنه بمن هو خارج المنظومه؟ في فرق كبير جدا. فالمنظومات دائما تفكر بالاشخاص اللي هم يعني لديهم افكار جديده لكي تساعدهم على مواكبه سوق العمل. لكن بقائك في المنظومة واستمرارك بتطوير نفسك وتحقيق الأهداف أنا ما أعتقد الزيادة حتكون كبيرة جدا إلا زي ما ذكرت لك إذا حصلت على مرتبة وظيفية أعلى. طيب خلونا نطلع، اسمح لنا أستاذ محمد نتابع معك استطلاع للرأي أجرى فريق العمل عن كيفية تطلب زيادة في الراتب ونرجع. طريقة أن أنا أثبت نفسي في الشركة الأول وأثبت وجودي وأحاول أن أنا يعني أطلع كل حاجة موجودة في الشغل جواي، وبعدين ابدا ان انا اتكلم عن زياده في الراتب، لان الشغل هو اللي هيثبت ده وهو اللي هيقول ان كيف امتى اتكلم عن موضوع زياده الراتب ولا ما، يعني على حسب شغلي هو اللي هيقول. والله انا اشوف افضل طريقه اني اشتغل على بروجكت معين يكون في امباكت واضح للتيم وتكون في ريزلت واضحه، بعدين اروح للمدير اقول له والله انا سويت 1 2 3 لو سمحت يلا رقي لي، واذا ما عي عاد بنشبه لين ما يوافق. الطريقة اللي أنا استخدمتها الآن، يعني أنا صار لي 8 سنوات شغال في المستشفى، بديت أبدأ أمسك مناصب، يعني مو منصب أو التاسكس حق مديري، أكثر التاسكس بديت أغطيها إذا كان هو مو موجود، فرفعت طلب لإدارة المستشفى ما أن يعني المهام اللي قاعد أسويها زادت في العمل، فرفعت طلب إني أزيد الراتب. إذا أبغى زيادة في الراتب يقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. اول حاجه لازم انك تظبط امورك، تقدم اشياء ممتازه يعني في عملك وتقدم يكون في اداء عالي في عملك، فعشان اذا جيت تطلب حاجه يكون في مقدمات في اشياء داعمه للشيء هذا. بس اذا انك مهمل ومتسيب في عملك وراي غيابات وعندك مشاكل وتطلب زياده طبيعي انه ما راح يجيك. مش الطريقه اللي استخدمها، يعني مثلا لو انا قعدت فتره اطول في المكان اللي انا شغال فيه وراتبي ثابت ما زادش، فساعتها ممكن اتكلم مع المدير بتاعي ان احنا محتاجين نزود المرتب لان انا بقالي فتره فممكن يبقى في زياده، الالتزامات زادت. هنشوف استجاب كان ما استجابش بقى نضطر ان احنا نطلع جوده احسن في الشغل، الاتيتود بتاعنا يتغير يبقى للافضل، نلفت انتباهه لنقطه ان لا ان انا استحق زياده دي مش طالبها اللي هو عشان انا عايز زياده وخلاص.
بس يعني شايف ان دي انسب طريقه للنقاش، لكن مش هروح له بقى اقول له انا عايز ازود مرتبك، هو مش هزود لك همشي، لا مش كده. بما انه انا مدير يعني الشركه، فطبيعي بيجيك الموظف احيانا طبعا ترتفع لنا الاوراق عن طريق شؤون الموظفين. شؤون الموظفين يا اما يكون في سلم اصلا انه معروف هذا متى ترقيته او متى زياده راتبه، او ممكن يكون مثلا حاله استثنائيه كموظف احنا نبادر ونزود راتبه ونرقيه. يمكن استاذ محمد بتسمح لي انت والمشاهدين ورؤى، اكيد في بعض الاجابات كانت انه في ناس مو هم عارفين قدر انفسهم، مو هم عارفين قيمتهم السوقيه زي ما انت قلت في اول الحلقه، وفي ما شاء الله كذا واحد لا عجبتني اجاباته، فانت ايش رايك بالاجابات اللي سمعتها؟ هو اللي دائما نوجهها دائما انه كثير من الاشخاص لا يعرفون قيمتهم الحقيقيه صراحه في سوق العمل. زي ما ذكرت لك انه اول وظيفه حصلت عليها وحصلت على مرتب يعتقد انه هذه هي قيمته الحقيقيه، فلما يجي يعمل مقارنه يتفاجأ بالارقام الموجوده في سوق العمل. انا دائما اكرر دائما التركيز او المعيار الاساسي هو سوق العمل، يعني قابل اشخاص يعملون في نفس المهام، قابل اشخاص يؤدون نفس الاهداف، تناقش معهم، شوف الفرص الوظيفيه ما هو، او حتى قم زي ما نقول يعني اختبار لنفسك في عمل مقابلات وظيفيه وشوف العروض اللي تحصل عليها، هنا بتوضح معك الصوره. لكن الاغلب صراحه مركز في عمليه انه البيئه، هو مرتبط في البيئه بشكل كبير جدا. البيئه مهمه، بيئه العمل جدا مهمه في الوظيفه. دراسات ذكرت انه مو ذيك الاهميه. لا، وفي دراسه ذكرت انه من اهم الاشياء في مكان وظيفتك بيئه العمل، لانه ممكن يصير عندك مشاكل بسبب انك تكون في بيئه عمل ما انت مرتاح فيها. وفي ناس تقبل برواتب قليلة علشان بيئة العمل كويسة جدا مرتاح معها نفسيا. لكن تسويقيا بيئة العمل إذا كانت مريحة ما أعتقد بتساعدي تسويقيا، يعني ما هالجوانب التطويرية اللي ساعدتني البيئة المريحة. وإحنا شفنا قصص كثير جدا اللي هم جلسوا في منطقة الأمان والراحة كيف كان تسويقهم في سوق العمل، كان ضعيف جدا بسبب إنه كان تركيزهم على بيئة العمل. إيه بس بيئة العمل الكويسة تخلي الإنسان يطلع خارج الصندوق، وبيئة العمل السيئة تخلي الإنسان يركز على الأشياء السلبية وما عاد يقدر يبدع ولا يعني حتى لو جتك الآن فرص وظيفية بتحديات أعلى لكن بيئة العمل ليست مريحة، أعتقد إنه فرصة رائعة نقوم بأخذها. راح أرفض، يعني أنا أتكلم عن التحديات، الناس أنا راح أكون مع فئة من الناس راح أرفض، مو عن التحديات، أنا أتكلم قد إيش بيئة العمل تكون مهمة للشخص. بس كيف تصنيفك بيئة العمل السيئة والجيدة من ناحية تصنيفك؟ من ناحية الموظفين اللي حولي، زملائي، زميلاتي، مديري، كيف يكون تعامله معانا، أشياء كثير. طيب تسويقيا خارجيا هل هذول يأثرون معك في التسويق الخارجي؟ كيف التسويق خارجيا؟ يعني أنت بتسوقين نفسك الحين وظيفة جديدة، هل بتذكرين أنك أنت بيئة العمل المريحة لك هذه تتأثر في طلبك في قبولك في الوظيفة الجديدة؟ أنا ولا؟ ما أروح، يعني أنا أشوف إنه المفروض والعقل والمنطق يقول قبل لا أروح أقدم على وظيفة لازم أنا أكون عارفة بيئة العمل اللي أنا راح أواجهها. هذه شوفي الإشكالية عند أغلب الناس إنه ارتبط ارتباط كبير جدا في الوظيفة وارتبط في المدير وحتى في المنظومة. ارتباطه بهذا اثر معه في انه وضع له زي ما نقول يعني غشاوه انه ما يعرف وش الفرص الوظيفيه الموجوده في السوق ولا يعرف قيمته الحقيقيه. فزي ما ذكرتي قد يتنازل عن نصف الراتب لكي يبقى في وظيفه واحده او في بيئه مريحه. طيب اذا بقيت هذه فتره طويله جدا كيف راح تكون قيمتك السوقيه بعد فتره؟ كل شخص حسب، في ناس تشتغل على انفسها وفي ناس ما تشتغل على انفسها خلاص. بس اغلب القصص احنا نشاهدها باشخاص حصلوا على قيمه سوقيه اقل كان تركيزهم الاساسي على بيئه العمل. كانت هذه إشكالية كبيرة جدا. ليش إشكالية عفوا أستاذ محمد؟ يعني وين عدد سنوات عدد سنوات خبرة كبيرة جدا بقيمة سوقية أقل في إشكالية. طيب يعني بحكم أنك مدرب معتمد في المقابلات الشخصية أكيد نحب ناخذ منك مفاتيح خصوصا في موضوع التفاوض على الراتب في العرض الوظيفي. إيش هي الطريقة الصحيحة للتفاوض لهذا العرض؟ هو يعني قبل لا أتفاوض بالراتب أنا أكون هيأت أو أظهرت بشكل كبير جدا أني مناسب للمنظومة، يعني أظهرت أني عندي القدرة على تحقيق الأهداف وتطوير الأعمال اللي تطلب مني، يعني أبين بشكل واضح وصريح أني شخص مميز وأني مكمل للمنظومة. هذه السهل بس ما تعدي عليكم ما شاء الله. ليه؟ أني أنا أبين أنا شخص مميز، أنا أقدر أقول أني أنا إنسانة أعمل تحت الضغط وعندي مهارات تواصل. هذه جوانب سلوكية هذه. طيب وأروح لك على جداول الإكسل وما إلى ذلك. أنا أحتاجها. أيوه. إذا أنا أحتاجها. أيوه. لكن خلال حديثك عن هذه المنطقة هل بينت أنك أنت طورتي بشكل أنا أحتاجه بشكل كبير جدا؟ والشيء الآخر هل رسمتي بعض أو حق بينت أنك عندك القدرة أنك تساعديني على تحقيق الأهداف؟ إذا بينت فأنت شخص مميز. كيف ممكن يبين الشخص أنه عنده القدرة على تحقيق الأهداف؟ طبعاً قبل المقابلة الوظيفية لك الحق أنك تسأل عن الوصف الوظيفي وتسأل عن الأهداف المرتبطة في الوظيفة وحتى في المنظومة.
طيب على طاري أول مقابلة، هل أنا كشخص حاب أقدم في مكان ما، هل يحق لي أنه أنا أسأل كم الراتب؟ احترافيا لا، المقابلة الوظيفية عبارة عن عرض تسويقي وليس عرض مرتبط بالجانب المالي. جميل. يعني لما تقابلين شركة وتعرض لك خدماتها وكيف أنها راح تساعدك في تطوير وتحسين، تقول لك بعد يومين برسلك العرض المالي، صحيح؟ هذا هو اللي يجب يكون في المقابلة. هو عنده العرض المالي بس هم كذا يسوون بربقندا. لا شوفي، كل وظيفة لها ترى سلم، يعني لها سلم راتب، يعني فيها الأعلى وفيها بس الأقل. إنه من البروتوكول ما ينفع الواحد يسأل تقريبا كم راتب. نعم. من أول ترفيه. أوكي. طيب خلينا نتكلم كمان من ناحية ثانية أستاذ محمد عن موضوع المكافآت والترقيات. مو كل الشركات طبعا تعمل وفق هذا النظام، لكن هل يعتبر إذا الشركة ما قامت بهذا النوع من الامتيازات، خلينا نقول ممكن انه نعتبره هو تضييق على الموظف؟ صحيح. اي تصير احيانا الشركات، لكن هي ترتبط بالمنظومه نفسها حسب المردود المالي. حسب يعني التجنيد من سوق العمل، فيؤثر في المكافآت والحوافز وترقيات الموظفين. هل ممكن يكون يعني اسلوب نظامي بحيث انه طفش الموظف وخليه يقدم هو استقالته ويمشي؟ والله زي ما قلت لك، لكن في بعض المنظومات قصص طبعا اقصد في بعض المنظومات، يعني زي ما ذكرت زميلتك الان عن انها تركز على بيئه العمل وتدفع عليها مبالغ ضخمه، ان بيئه العمل عندنا مريحه وجميله جدا. وفي اشياء يعني تؤثر في هذه الحركه، تستقطبها او تعملها الجهات والشركات حتى تؤثر في المردود المالي للراتب الذي يجب ان تاخذه. يعني هم يحطون هنا ويكسبون من هنا، فيجي الموظف فيجي الموظف بسبه بيئه العمل المريحه. فالتفاوض معه يكون سهل جدا، اقدر اقنعك بنص الراتب. طيب ايش رايك لبعض المدراء اللي يحرمون موظفينهم من الترقيات وزياده الراتب؟ كيف الواحد ممكن يتعامل معاهم وهو يشوف زملائه حاله قاعدين يترقون مثلا وهو في نفس السلم؟ مره اخرى، الارتباط في المنظومه وتحديدا في الوظيفه وفي المدير اللي تعتبر مؤثره بشكل كبير جدا في الشخص. عينك على السوق دائما. السوق في عرض وطلب، فبالتالي يجب ان يكون مجهودك كله على سوق العمل. فين المواقع اللي تنصح فيها الشباب والبنات يقدمون دائما؟ لينكدين رقم واحد. لينكدين لسهولة صنع العلامة التجارية الشخصية بشكل قوي جدا. صح. جميل أستاذ محمد، يعطيك العافية وشكرا لك ولوجودك اليوم معنا. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع من بعد مكملين. هنا وعافية. اسمعي، في قول رأيك اليوم. أي. يقول وش تحب أودي تاكل في الاستوديو؟ يا جماعة جايبة نودلز يا حبيبتي. وش أسوي؟ هنا وعافية. عشان نعرف إحنا قديش نعاني، ترى إحنا نصحى ونركض. صادقة، هنا وعافية. بس يعني أنا عشان أكون كمان يعني غشاشة، ترى أنا تحت الهواء يعني أكلت لي لقمتين من عند أودي. أي بالعافية. حبيبتي جاد الله عليك. حبيبتي. في قول رأيك اليوم. نعم. زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس، قال لهم كيف تحبوا تبدأوا يومكم أول ما تصحوا من النوم؟ خلونا نسمع أبرز الإجابات من بعد ونعلق أنا وأودي. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. قول رأيك. قول رأيك. سؤالنا في قول رأيك اليوم يقول كيف تحب تبدأ يومك؟ خلونا نشوف اليوم أبرز الإجابات. والله أبدأ يومي بالقهوة السعودية صراحة. هذا بداية اليوم. هذا بداية اليوم. اليوم. اي نعم. فعليا؟ فعليا. طيب اشياء ثانية تحب تسويها بداية يومك؟ والله ما في اشياء ثانية اسويها. رياضة؟ الرياضة صراحة من ماني بسويها الصراحة. انا ماشي في الرياضة الصراحة. شكرا لك. والله ابداها باستغفار، بعدين قهوة السوداء وبس والله. رياضة شيء تسويه طيب؟ قراءة كتب؟ لا تشيك على الجوال؟ يعني شوي على طول، مو على طول. أول ما تصحى من النوم بسم الله الرحمن الرحيم. تشيك على الجوال أو شيء، بعدين تقهوى. شوف باقي يومك كيف هو. ما في شيء مخطط؟ لا والله ما في شيء مخطط. لا قمت من النوم لازم تصلي وتحافظ على صلاتك، ويقبها عاد القهوة والفطور ومقابلة الأهل. في عندك جدول طيب محدد يومياً ولا لا؟ تقريباً هذا هو الجدول. كل يوم؟ كل يوم، وحتى أغلبها مو طلعات يعني بالبيت. خلاص أصحى من النوم على طول أغسل وجهي على طول على الدوام. دايرك. البصمة. البصمة، بعدها أخذ قهوة، بعدها تقهوى. أقوم من النوم أفطر وأعين من الله خير، بعدين أروح الدوام. بعدين ارجع فرفر على الدباب 24 ساعه. كيف اجواء الدباب؟ يوه والله سعاده. يوه يوه يوه. اصلي
وافطر اشرب لي قهوه واقعد مع الاهل مره طلعاتي على الخفيف بس. طيب في رياضه شيء تسوي؟ رياضه يوميا اسوي رياضه عند البيت. تمشي؟ امشي بس. الدوام؟ دوامك متى يبدا؟ 7:30 على طول؟ ايه. طيب بعدين؟ عقب يا طول العمر نداوم نخلص يومنا. في نومة ثانية؟ نعود بقى عقب الدوام ما نتغدى. نومة؟ ايوه. اصحى الفجر اغسل اصلي بعدها اروح الجامعة، بعد ما اطلع من الجامعة بريك اتغدى، بعد ما اتغدى اطيح بزحمة الرياض 4 لازم 3 ساعات، بعدها ارجع البيت ابدا بالصلاة الصلاة على النبي، وابدا بالفطور والجلسة مع العائلة، بعدين نتقهوى ونقوم ونشوف شغلنا. طيب مازال ممكن نصدق. طيب كيف تبدين يوم؟ ها؟ كيف تبدين يوم؟ في هوشة للعائلة تكون موجودة كل يوم؟ اي والله انا كل لازم؟ اي والله انا دائما في مشاكل، واذا ما في مشاكل ما نحس نحن عائلة. يعطيك العافية يا مبارك على هذا السؤال، وحبيت المشاركات اللي طبعا والإجابات من ضيوفك اللي كانوا معاك. ودي يعني أنا دائما إيش أقول؟ ودي الآن مشغولة بالأكل. طيب خلي أشرح لك أنا. اشرحي لي. أنا كنت زمان أول ما أصحى أول شيء أسويه أمسك جوالي وأتفقد أحوال الرعية، أدخل على السوشيال ميديا، أقرأ الأخبار. اكتشفت انه مره قاعد ياثر على باقي يومي، على صح مزاجي بالكامل. اتفق. يعني في كثير اخبار في السوشيال ميديا تكون سلبيه، والله العظيم انها تاثر بشكل فوق ما تتخيلي. من بعدها قررت اني اول ما اصحى من النوم ما امسك الجوال، ما اشوف ولا اي شيء، عادي اصحى اطلع من غرفتي اشرب قهوتي اقعد شوي كذا بعدين اشوف ايش قاعد بيصير في العالم. مره فرق معايا، خلاني أهدأ، ما خلاني أحس بالتوتر. صح. عرفتي؟ أقول لك سر بعد رؤى، ويمكن كثير من الناس يمكن ما يعرفون هذا الشيء، وأكثر شيء ممكن يأثر على صحوتك في النوم كيف أنت نمتي. أوكي. وضعية نومتك كيف؟ هل كنتي قبلها مثلا أنت سترس؟ هل أنت كنتي تشوفين أبسط شيء فيلم رعب مثلا؟ فتقومين بنفسية يعني تأثر، يعني من قبل بيوم يأثر جدا. واو. قبل نفسيتك قبل النوم تأثر على نفسيتك أول ما تصحين من النوم، وهذا الشيء أنا لاحظته فيني. مرة لاحظته فيني. حتى أحلامك سبحان الله تأثر كيف تفهم. الواحد ممكن يصحى من النوم، ممكن كيف يبدأ نهاره. يمكن أنا من الناس اللي عندي طقوس معينة قبل النوم، ويا رب لك الحمد والشكر قاعدة أغير أشياء كثيرة في حياتي هذه الفترة. اللهم الشيء الوحيد اللي أنا ماني قادرة إني أنا أتغير، وبإذن واحد أحد راح أقدر عليه إني أنا أنام بدري، لانه ماني قاعده اطلع موضوع النوم بدري هذا. وانا اذا فتحت عيني يعني انا لازم اشمشم عيالي كاني قطوه. لازم حتى اول ما تصحي على طول، اول ما افتح عيني لازم عيالي عندي اشمشمهم، ما اقدر ولا يومي انا ما ابدا ابدا. لدرجه انهم هم لازم عشان انا اقوم بنفسيه كويسه قبل ما يروحون المدرسه، اذا انا كنت نايمه وما مداي اصحى معاهم لازم هم اللي يصحوني من النوم، سواء انا صحيت معاهم او ما صحيت لازم هم يصحوني واشمشمهم. سبحان الله. علشان وقسما بالله عشان ابدا بنفسيه كويسه. ما شاء الله عليك. بصراحه يعني حلو ان الواحد كذا، يعني انا احب موضوع العاطفه الامومه هذه. عدنا عاطفتي جياشه معي. ما شاء الله. عاد الحين لما نكبر ايش تسوي؟ الحمد لله قاعده ابني بيت عشان يكونون عندي. حتى لما يتزوجون. تزوجيهم وتخليهم عندك. يس. طيب حلو، الست شمشمهم هم وعيالهم ان شاء الله. لا ما علي في عيالهم، ما علي، انا اهم شيء عندي هم، اشمشمهم وخلاص الحياه عندي تصير حلوه. الله يحفظهم لك ويخليك لهم يا رب ان شاء الله. يا ولدي مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع من بعد مكملين. مع التقدم في السن تظهر علامات الترهل والتعب حول منطقة الجفون تحديداً. في هذه الفقرة مشاهدينا راح نتكلم عن عملية تجميل الجفون بأنواعها وكيف ممكن تتم، وهل هي تعتبر مضرة أو آمنة، وحتى يعني نعرف متى ممكن يلجأ لها الإنسان. تفاصيل كثير راح نتكلم عنها مع ضيفتنا في الاستديو الدكتورة ريحاب القحطاني استشاري جراحة تجميل العيون. أهلا وسهلا بك دكتورة ريهام.
نورتينا، حياك الله. حياكم الله. في البداية لما نقول تجميل منطقة الجفون أو منطقة ما حول العين، إيش هي الأجزاء المقصود بها؟ طبعاً أول شيء شكراً على الاستضافة. ثاني شيء حابة أمسي عليكم على المشاهدين الكرام بكل خير. لما نيجي نتكلم عن عمليات تجميل الجفون، هي باختصار هي عبارة عن إزالة الجلد الزائد أو الدهون الزائدة سواء من الجفن العلوي أو الجفن السفلي، لإعطاء يعني منظر شبابي أكثر. جميل. البعض دكتورة يحس إنه هذا ممكن يكون بس موضوع جمالي وما له أي قيمة في صحة المراجع اللي يراجعك عشان هذا الموضوع، والكثير يقولون لا، البعض يحتاجون فعلا هذه العمليات عشان صحة البصر عندهم والنظر عندهم، فأنت إيش رأيك؟ صحيح. طيب خلينا أول شيء نجي للأهداف، نسميها الأهداف من عمليات تجميل الجفون. أهداف عمليات الجفون الأولى كما تفضلتي اللي هي تجميلية، الثانية احنا نسميها وظيفية، وهذه خصوصا في كبار السن. يعني عادة يجون اللي عندهم ترهل شديد بالجفنين، تكون الشكاوي حقتهم انه ثقل لما يفتحون العين. الشيء الثاني ممكن يغطي المجال البصري العلوي. طيب فهو ممكن له علاقة بالتأثير على المجال البصري العلوي وليس حدة الإبصار، لأن هناك فرق ترى. المجال البصري هو منطقة الرؤية اللي احنا نشوفها، فاحنا عندنا هنا منطقة علوية، منطقة سفلية، منطقة يمين ويسار في كل عين. فاللي عندهم الجفون المترهلة الشديدة هم يشوفون كيف كأنه زي الظل بالعين. فعادة كبار السن اللي يسوي لهم هذه العملية يكون في تحسن في المجال البصري العلوي وليس حدة الأبصار. حدة الأبصار اللي هي نسميها احنا صفاوة البصر أو النظر. نتكلم عن عملية تجميل الجفون أو منطقة العين بشكل عام، صارت هبة مؤخراً. صحيح. وكثير من السيدات بيلجأوا لها لأنها تعطي جمالية. صحيح. لهذه المنطقة. لكن لو نبغى نسأل دكتورة ريهام، مين الأشخاص اللي ممكن تناسبهم هذه العملية التجميلية وليس الوظيفية؟ ممتاز. طيب هو عادة لما نجي العمليات التجميلية هو أكثر شيء النساء هم اللي يلجؤون لهذه العمليات. ليش؟ لأن عندهم مشكلة الميك أب. يعني بعضهم تقول دكتورة أنا مهما أحط آي لاينر أو آي شادو ما يبان أبدا. ففي مثل هذه الحالات لما إحنا نسوي لهم اللي هو عملية تجميل الجفون يكون في مساحة أكبر بحيث أنها تحط ميك أب كل أريحية، وكثير يجوا مبسوطين يعني. جميل. طيب الفرق لما نتكلم عن الفرق بين الجفون العلوية والسفلية، أنت قبل شوي قلتي في عمليات للي فوق وفي عمليات للي تحت. هي تقريبا نفس العملية، إزالة جلد أو دهون. هو عادة الجفن السفلي الشكاوي اللي تجي أكثر شيء خصوصا في الصغار، نقول صغار السن دهون. يكون في دهون، عرفتوا؟ بس العلوي ممكن دهون وممكن جلد كمان. فتقريبا ما في فرق كبير، هو فقط في التشريح والاحتياج يعني. طيب وكيف الأثر حق العملية دكتورة؟ إذا كان الجفن يعني اللي فوق ممكن تتغطى بال صحيح بالمصفط الجفن. إيه. طيب واللي تحت كيف ممكن؟ واللي تحت ممتاز. إذا كان العملية جراحية داخلية، بمعنى من جوا العين من جوا الجفن، هذا عادة يكون الجرح مخفي، وهذه عادة نلجأها للناس اللي فقط عندهم دهون ما عندهم جلد زايد. أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ترهل حتى في الجلد، يعني خلينا نقول في الكبار أكثر، نشيل جزء من الجلد وجزء من الدهون، وعادة مكان الجرح يكون أسفل الرمش، ومع الوقت راح يخف الأثر. كنا نتكلم تحت الهواء عن أنواع عمليات التجميل للتجميل أو الوظيفية كمان للجفون. يعني بالعادة يعني هل مثلا في عمليات أو طرق أو تكنيك مختلف لهذه المنطقة أو لا؟ للناحية الجمالية، يعني مثلا في بعض الجنسيات نعرف أنه عندهم العين المبطنة زيادة عن اللزوم. صحيح. أو مثلا في بعضهم لا، مثلا يحبوا موضوع البونيتيل، أو مثلا في بعض الأشخاص يقول لك لا أنا أبغى عيني مثل ما هي بس أبغاها تكون. صحيح. أحلى. صحيح. هو طبعا جزء منها كما ذكرتي هو على حسب احتياج كل شخص وعلى حسب إيش يبغى الشخص. ففي فعلا في ناس عندهم اللي هم جفون مبطنة أكثر من الآخرين، إحنا نسميها أول جفون الآسيوية إحنا نسميها. فهذا لهم يعني لأن التشريح الجفون الآسيوية يختلف عن الكوكيجين اللي هو التشريح الأشخاص اللي من الأعراق الأخرى. فعلى حسب احتياج الشخص نفسه وإيش يبغى. يعني بعضهم يقول لي دكتورة والله أنا ودي أسوي رفع حاجب مع شيل الجلد، فممكن نسوي العمليات هذه.
وطبعا بعد الفحص هذا جدا نقطه مهمه فحص. اذا تناسبه او لا مهم الفحص طبعا. ايش هي الفحوصات المهمه اللي قبل العمليه تكون؟ طيب ممتاز. الفحوصات المهمه خلينا نبدا بالتاريخ المرضي. اول شيء نتاكد انه المريض ما عنده اي مشاكل صحيه خصوصا امراض الدم. اذا المريض ياخذ مثلا ادويه نعرف ايش هي الادويه اللي ياخذها خصوصا المسيلات، بعض التحاليل اللازمه. اما بالنسبه للعين اول شيء نتاكد من صحه العين، نتاكد انه ما فيها مشاكل خصوصا جفاف العين. الشيء الاخر ممكن برضو نتاكد انه ما في مشاكل اخرى بالجفون، يعني مثلا اللي هو هبوط العضله الرافعه في العين، ممكن يكون في ارتخاء في الاوتار اللي بالجفن السفلي، هذه كلها تحتاج تعديلات او نرسم خطه علاجيه لكل مريض. طيب دكتوره انت قلتي انه يكون ما عندهم مشاكل في العين، طب الناس اللي مركبين عدسات في العين هل ممكن يسوون العمليات ولا لا؟ قصدك عدسات جوا العين اللي بعد العمليات المويه البيضاء؟ ايه؟ عادي ما فيها، يعني امنه ما لها علاقه ابدا. ممتاز. ايش هي الدلائل اللي تقول انه هذه العمليه ناجحه؟ يعني على سبيل المثال يعني بحكم انه احنا طبعا يعني مواكبين صحيح هذا الموضوع اول باول، على سبيل المثال في بعض السيدات بعد ما يخضعوا لهذه العمليه العين ما تكفي لوقت النوم صحيح، فليتأذوا بسبب موضوع الجفاف وتعرف الالتهابات اللي صحيح ممكن تصير من هذا الموضوع. اذا بشكل عام ايش هي الدلائل تقول انه هذه العمليه مو ناجحه؟ طبعا احنا لما نسوي العمليه لما نفحص المريض نتاكد انه في جلد كافي، ونتاكد من الكميه اللي بنشيلها تمام، ففي رقم معين احنا ما نتعداه في الجلد، ولما نقص ما نقص اكثر من كذا، فاذا نقص اكثر من كذا اكيد انه راح يكون فيه العين ما حتقف بشكل كامل. جميل. طيب العمليات الغير الجراحيه البديله مثل الفيلر، الليزر اللي هم يحطون المورد الفوق الصوتيه علشان يشدون، ايش رايك فيها؟ طيب خلينا نقول هذه في فئة من الناس مثلا يكون عندهم ترهل بسيط، خلينا نقول ترهل بسيط أو تجاعيد بسيطة، هذه ممكن يفيد معهم الليزر، بس برضو لازم عدة جلسات عشان يوصلون للنتيجة اللي يبغونها. أما بالنسبة للأشخاص طبعا اللي عندهم ترهل متوسط إلى الشديد فالإجراء الجراحي هو الأمثل. دكتور الكثير معلش اسمحي لي، الكثير من البنات يلجؤون إلى الفيلر عشان يشدون هذه المنطقة ويرفعونها يعني كبونيتيال، انت ايش رايك فيها؟ طبعا الفيلر ممكن له دور في رفع الحاجب، منطقه اللي هو الحاجب. اما بالنسبه للجفون فاحنا عاده نستخدمها للاشخاص اللي يعانون من نسميها احنا الجفون الغائره، فهذا ممكن يفيدهم بهذه الفئه يعني الفيلر. سؤال اخير دكتوره ريهام، مع عمليات تجميل الجفون ومنطقة العين صرنا نسمع عن عملية نحت لمحجر العين، يعني هذه برضو من العمليات اللي صرنا كمان بنشوف إنه عليها إقبال، هل هذه ممكن إنها تصير مع نفس العملية أو هذه بتكون خط لحال مختلف؟ طبعاً نحت محجر العين هذه عادة تقصدين من جوا يعني؟ صحيح. تمام. طبعا الناس اللي عندهم جحوظ بالعين خصوصا الأشخاص اللي عندهم الغدة تمام، فيكون من علامات الغده اللي هو جحوظ بالعين وتعطي شكل للشخص يعني عينه يعني شويه بارده، فكثير يضايقون من هذا الشيء. عاده احنا نلجا طبعا اول شيء نسوي اللي هو نحت المحجر العين اول شيء، بعدين ما بعد العمليه نتاكد طبعا هي تسبب مشاكل اخرى الغده، يعني ممكن تسبب حول يعني ازدواجيه في النظر، تسبب جحوظ في العين، ممكن حتى تاثر على العصب البصري. فخلينا نروح من ناحية جمالية. أول شيء نبدأ طبعا بنحت محجر العين. الشيء الثاني كيف طريقة نحت دكتورة؟ على العظم نفسه؟ نعم على العظم نفسه، وطريقة نشيل أجزاء من العظم بحيث تعطي سبيس أو مكان للعين ويدخل، مو بس مطيح حتى عيوني. الدهون ممكن حتى لا صدق مطيح عيوني؟ لا مطيح تمسك نفسها تمسك نفسها طبعا احنا لما ندخل يعني بأماكن معينة في تشريح معين. ايه اوكي بس انا خلصت اسئلتي. طيب دكتوره اهم شيء واهم النصائح اللي ممكن تعطينها لاي احد مقبل على اجراء مثل هذه العمليه؟ طيب طبعا اهم نصيحه خلينا نبدا من البدايه لكل شخص، احنا البنات حتى الشباب، الحرص على لبس النظاره الشمسيه، وعند اختيار النظاره الشمسيه ضروري ان احنا نختار النظاره اللي تغطي حوالين المنطقه حوالين العين، هذا أولا. ثانيا الحرص على استخدام مواقي الشمس والمرطبات، لأن هذا
زي ما تقولون يبطئ من عملية الشيخوخة، وكذلك له فوائد أخرى في الوقاية من سرطان الجلد لا سمح الله. جميل. طيب دكتورة على طار النظارة، معلش أنت الحين قلتي كلام ودخلتيني بموضوع ثاني. لما نتكلم عن النظارات الشمسية قد إيش هي مهمة للناس، وهي مهي يعني زينة كثر ما هي تكون تحمي العين من أشياء كثيرة، مو بس العين حتى الجفن السفلي. صحيح. هل النظارة الشمسية الأصلية تفرق عن النظارة الشمسية مثلا اللي نشوفها بالأسواق أو في السوبر ماركت أو أكيد. في الأشياء؟ طبعا عند اختيار النظارة الشمسية أهم شيء نتأكد أنها تحجب الأشعة من فوق البنفسجية، لأن هي المشكلة في الأشعة فوق البنفسجية. كيف أتأكد من هذا الشيء؟ نتأكد منها من عند طبعا نأخذها أول شيء من أماكن موثوقة، وبرضه في يعني براندات وفي أشخاص يعني مختصين ممكن يساعدونا في الاختيار. دكتورة ريهام القحطاني يعطيك العافية، وشكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا. الله يعافيك إن شاء الله، وشكرا لكم أنتم. نورتين. الله يحفظك. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع ومن بعدها مكملين. مع الأجواء الشتوية الحلوة الواحد يشتهي ياكل أطباق ساخنة ولذيذة في نفس الوقت. طبعاً اليوم ضيفنا شيف سعودي متميز ومبدع باختياراته، يقدم لنا طبق من المطبخ الإيطالي. أهلا وسهلا فيك في راس العدوان. الله يحييك. يا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يحييك. اليوم مش حاب تقدم لنا؟ اليوم عندنا طبقين كلها من المطبخ الإيطالي. الطبق الأول ساخن وهو النيوكي، نيوكي البطاطس. الطبق الثاني قلنا شوي يعني نجي للناس اللي يحبون الدايت وكذا، قدمنا لهم كابريزي سلط. يا سلام. طب لما نحن نقول إيش نيوكي؟ نيوكي. نيوكي أنا أحس اسم ياباني ولا نيوكي؟ كذا شوي نيوكي. إيش معناتها؟ النيوكي هو نوع ما قريب مرة من الباستا والمكرونة، نوعا ما يعني لو قسمناها فصائل هو يعتبر من ضمن الباستا والمكرونة. واللي انت قلت بعجينة البطاطا، طبعا هو مبدئيا بس احنا عشان يعني تلاحق الوقت، هو بطاطس مسلوقة وبعدين مقشرة ومهروسة وبعدين يضاف لها كمية بسيطة من الطحين، الدقيق الأبيض، وتعجن ويضاف لها صفار البيض. فحنا اليوم عشان بس الوقت احنا سلقناها وخلصنا وهذه هي جاهزة عندنا، نحتاج بس نشكلها هالحين وبعدها نسلقها وندخلها على الزبدة ونبدأ نشتغل فيها. ايش هي المقادير لنيوكي؟ النيوكي هي بطاطس. أيوه. بطاطس مسلوقة ومهروسة ويضاف لها شوي من الدقيق الأبيض. بس هي هذه الموجودة عندك، هذه هي المقادير اليوم للنيوكي؟ ايه النيوكي. أيوه. تقريبا مرة سهلة. سهلة أيوه. جدا ترى سهلة. اليوم اطباقنا مرة سهلة. جميل. طب إيه؟ يعني احنا نقول بطاطس ونقول دقيق ونقول زبدة، ساعات الحرارة تقريبا كم فيها؟ اعطيناكم سلطة عشان ما تسألوني السؤال الصعب اللي لا احنا بنسأل عنه هو السعرات الحرارية تقريبا كم بتكون فيها؟ هو تقريبا مي بسعرات مرة كبيرة، لأنه أساسا في الغالب هي ما توكل بكميات كبيرة. أصلا ثقيلة صح؟ هي ثقيلة، هي يعني بطاطس، نتكلم عن بطاطس ودقيق. طيب ايش رايك نبدأ؟ يلا بسم الله. أول شيء راح نسويه، أول شيء عندنا بس عشان ياخذ معنا وقت اللي هو السلطة. السلطة أول شيء نبغى نتبلها، بنقطعها الحين وبنتبلها وبنخليها تأخذ وقتها في التتبيل. طيب شيخ، أول شيء عشان ما نلخبط المشاهدين، لأنه أنا بديت شوي ألخبط مع إنه الطبق مرة سهل. طيب لو تقول لنا بالضبط المقادير وش هي. طيب أول شيء عندنا كابريزي سلط. كابريزي سلط نحتاج فيها طماط. طبعا هنا تعمدنا اختيار الطماطم الجبلي. اوه في فرق صح؟ اصلا حتى الشكل مره يختلف. يعني هذه كلها في الغالب طماطم جبليه، تقريبا نفس طعم الطماطم اللي احنا نعرفها، لكن ايه؟ شوي فيها حموضه واكثر فيها شوي صح؟ لا نفسها لينه مره تماما مستويه. اول شيء بنبدا نشيل القمع. طبعا هذه مقادير السلطه. هذه مقادير السلطة. طيب طماطم جبلي. طماطم جبلي. وهذا وش التشيز؟ موزاريلا. هذا بافلو موزاريلا. اوكي. ايش الفرق بين البافلو موزاريلا والموزاريلا العادية؟ الفرق بينه ان الموزاريلا العادي هو من حليب الابقار، البافلو موزاريلا هو من حليب الجاموس، ودائما يصير اغنى في الطعم.
انت تفاجأتي من كلمه جاموس؟ لا اصلا قبل شوي صار في انا وبيني وبين نقاش. ايش قلت له؟ جاموس كيف الجاموس عنده حليب؟ الجاموس شيء والبقر ترى شيء ثاني. البقر فصيله والجاموس فصيله. انا اعرف اي تو بديت استوعب الموضوع. ايه؟ ارجع لناشونال جيوغرافي. ايوه تو بديت ارجع لناشونال جيوغرافي. فهو هذا فصيله وهذا فصيله يعني مختلفين. فلما نقول جاموس مو معناه ان نقول الذكر من البقر. لا اصلا الذكر من البقر ثور. ايوه بالضبط. طيب طيب نبدا هنا نقطعها شرايح. طبعا لما تكون بهذا اللون الطماطم الجبليه مو معناته ان هي خربانه او متعفنه. لا هو هذا لونها اساسا. اوكي يعني طيب شوف انت هناك ايش فاتح. هناك عندنا المويه بس الساخنه قاعدين نجهزها. ايه عشان بس ما ناخذ وقت على المشاهدين. عندنا مويه ساخنه بس نسخنها عشان بعد ما نشكل خليها في الطبق الثاني عشان ما يضيعون. اوكي المشاهدين طيب. ايه بس نحتاجها في الطبق الثاني. جميل. هنا بنصف ال طماطم. يعني والله العظيم رؤى لو كانت اليوم بالمطبخ كان لبست الجلافز وتحمست يدي دخلت مع الشيف. يدي تاكلني تعرفين. انا عارفه انا عارفه محتاج تقولي لي. لا والطبق اليوم سهل فعشان كذا اتوقع انهم هم اعطوني اليوم المطبخ. العدل اطباق الصعبه ما اقدر. لا بعدين لا في لحم لا في دجاج. اي هذا احلى شيء فيه. هذا احلى شيء فيه. بس الجميل في المطبخ الإيطالي بالعادة ترى دائماً سريع وفرش. أحب في أنه دائماً يكون كل شيء فيه طازة. يعني حتى لما يعملوا المكرونة هي أصلاً عجينتهم يعني ما بيأخذوها جاهزة إلا نادراً. رؤى إذا لاحظت دائماً المطعم الإيطالي أو المطبخ الإيطالي عموماً يعني كميات بسيطة بتحسين نفسك أنه الحمد لله شبعتي. ايه لأنها فيها كميات نشويات. ثقيلة ايه ايه ونشويات زي ما قلتي. ايه أنت وبعدين الإيطاليين يعني عندهم عادة. حنا شوي مختلفين عنهم. هم يأكلون وجبات ترى بسيطة بس على دار كل اليوم يأكلون بس يعني وجبات بسيطة. حنا لا حنا عندنا غداء عشاء فطور فحنا نأكل وجبة واحدة وممكن يعني نقعد عليها دسمة تكون إيه أهم شيء. ثمان ساعات. أقول لك شيء شيف. أيوة. أول مرة أشم ريحة الطماطم بهذه الطريقة. أنا أعرف ريحتها إذا قربت منها. أيه. أو إذا جيت باكلها مثلا أشمها. بس زي كذا تكون فواحة والله. أبدا والله. واو. هذه شوي ميزة الطماطم الجبلية أو الطماطم ملونة. تكون مرة مستوية وهي ما شكلها ما يوحي بأنها مستوية تماما. يعني زي هنا نشوف مثلا لونها أخضر. هذه كذا تحسها كأنها تفاح أخضر. أيوة تحسي أنها ما استوت فعليا. أيه. لكنها هي مستوية تماما عشان كذا طعمها أو ريحتها فواحة. كذا خلصنا حي تقريبا الطماطم. كذا خلاص خلصنا الطماطم. كذا نبي نتبلها شوي بس. يعني اسهل من كذا. هنا بنتبلها بفلفل اسود وتقريبا حتى الـ سعرها احس يعني سعرها ماديا احس مره قليله ما تكلف مره كثير صح؟ لا مو على كل حال. ليه؟ صراحة. يعني هذا الطبق تقريبا كم يكلفنا؟ هنا المشكلة اللي يحكم سعره انه الطماط هذه اساسا مستوردة. اوكي. فعشان كذا احيانا نلقى سعرها شوي غالي. هنا اضفنا عليها الملح والفلفل الاسود. الملح لازم يكون هملايا او جبلي؟ لا مو بشرط. مو بشرط. هنا بنبي نضيف عليها روح المطبخ الايطالي اللي هو خل البلسمك. يا سلام. هو اللي في الغالب راح يعطيها الطعم. راح نضيف اخيرا زيت الزيتون. هذا البلسمك ريحته زي خل التفاح تقريبا بس انه خل التفاح هو جاي من التفاح وخل البلسمك جاي من العنب. اوكي. فاحيانا نشوف يعني حامض بس في حلاوه. هنا بس بنتبل ال هذه اهم شيء. اي اهم شيء نتاكد انه كل الخل مع الملح مع الفلفل الاسود تداخلت في كل شرائح الطماطم. يا سلام. طيب الحين هذه عندنا دجاجه. اوكي. نخليها تتبل على راحتها الين وقت التقديم. وقت التقديم هو اللي نبدا نحط عليها التشيز؟ اي وقتها خلص. اوكي. ليش يفرق؟
لا التشيز احنا ما نحتاجه الحين، فبنقطع في وقتها بس ونحطه لانه مستوي تقريبا، ما يحتاج له لا تتبيل ولا يحتاج له. اوكي، فنبي نشوف في الاخير وشلون ان شلون ان الصوص، صوص عصير الطماط اللي يطلع من الطماط مع الخل مع زيت الزيتون راح ينقع عندنا في تحت في الصحن، فهذا ممكن نشرب عليه السلطه في الاخير. اوكي، احسك يعني شوي نفسيتك مش ولا بد. ما حاسه حالي مربطه انا يا اودي والله العظيم، يعني تعرفي تجيني؟ انا فقره المطبخ تعالي لي. يسمحوا لي ولا ما يسمحوا لي؟ لا يسمحوا لي. اديني اروح، مخرجنا اليوم اسطوري. طيب يلا بسم الله، خليني يو 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 بدا الحماس في المطبخ. شوفي حبيبتي قولي لي الحين مخرجنا يقول بدون طقاق. ايه والله اللي اول شرط اخر نور. طب خلاص روحي اقعدي. ايوه روحي اقعدي انت، خليني انا استلم ال... يا الله. ايوه شف ايش اخبارك؟ يعني هلا والله. ما شاء الله. اوه ريحه الطماطم. احنا قاعدين نقول جميلة. اللي بدايته شرط اخر نور بس مو معناته تجيب مكاني. طب استني اقدر ادوق الحين وشخصين في إيه في طبخه واحده تخرب. خليت تبل افضل شوي. انا 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 بس ادوق هالحين. انت ما تعرف رؤى شيف، انت ما تعرف رؤى، انا حطيتها لك مفاجاه اخر شيء. لازم تذوق. طب خليني انقي لك انا واحده قطعه. هذه يلا ها شيف تذوقي. ماخذه من كل النكهات. انت ماخذه كذا نكهها مظبوط مع ان الريحه تشوهي صراحه. طيب والجبنه هذه حنحطها هنا ولا نحطها في مكان اخر؟ نحطها في الصحن. كلها لا لا اعطيني بالشوكه. يلا بسم الله يا بنتي. ايوه انت بسوي لك كذا فيها. يا جعل عافيه رهيبه. اعطيني بس ال تفضل. مره ممتاز. هذه احنا هي سلطه؟ هذه سلطه. خلصنا؟ كذا خلصت قاعده تتبل. هي شفتي اسهل من كذا؟ مره لذيذه. طيب رهيبة. هنا هنا راح نبدا في النيوكي. النيوكي زي ما قلنا هي عجينة بطاطس عليها ملح فلفل أسود وشوي دقيق وبطاطس مهروسة. طيب الكميات قد إيش شف؟ هذه أحس مرة مهمة. طيب الكميات ممكن لو نتكلم بالجرام وهي أدق، استخدمنا هنا تقريبا 500 جرام بطاطس قبل السلق لأنه يختلف بعد السلق، فقبل السلق وأضفنا عليه تقريبا 100 جرام دقيق. حلو. أو 90 جرام يختلف. الزبدة نحتاجها في الأخير في التشويح هنا ما في زبدة. أوكي. هنا ما في أي مواد دهنية. طيب فنبدا نشكلها. قسمناها. ايه اوكي. نضيف عليها شوي بس دقيق عشان بس ما تلزق معنا. نبدا نشكلها بالطريقه هذه كانها يعني اسطواني، شكل اسطواني. انت قلتي لا بقول لك ذوقيها مش اعطيها. اوكي استني بسم الله والله باكلها بيدي. اجعلها شف الظهر احنا بنخصص سلطه قبل. بالعافيه احنا ما جبناها الا عشان انا كذا يعني اسلم المهمه لرؤى. ايوه واروح اقعد مكاني. يلا حبيبتي سبيس سبيس. طيب فين القلفزات عشان اخش معاك؟ انا قلت لك اول شيء راح تسوي رؤى معاك القلفزات. اول شيء شكرا يعطيك العافيه. مع انك رؤى تحبين تجربين دائما عشان يعرفون هل عجينة النيوكي مستوية بشكل ممتاز وكان إعدادها بشكل ممتاز يأكلونها من الحين. أوكي. فتقدرين تجربينها. أجرب. طعمها مرة لذيذ. طيب هي الحين لسه مستوية طريقة نية. طرية نوع مسلوقة. مسلوقة هي في الغالب بطاطس مسلوق. طعمها عجين. إيش مشكلة؟ بطاطس. خفيف. مو مرة. ها بطاطس؟ بطاطس بطاطس مسلوق. بس يمكن يبغى له شويه ملح عشان احب البطاطس المش بوتيتو المملوحه. ايوه بالضبط. اكلتوها كذا على طول؟ اي ترى مو عجين بطاطس بس معاه دقيق مسلوقه. والدقيق؟ اي عادي الدقيق هذا شيء جيد. اوكي. طيب يعني اول شيء نقدر نعمل تيست حتى نعرف اذا هي موزونه او لا، ممكن ندوقها شوي. ممكن ندوقها. طيب الحين شكلناها تقريبا شكلها مكعبات. ايه واضحة؟ عندها اشكال مختلفة. اشكال مختلفة دائما، احيانا ممكن يشكلونها بالشوكة. ممكن نشوف زي رافاييلو صح؟ لا شوي مختلفة شوي مختلفة. هو الشكل التقليدي لها يعني نعمل لها زي هذا زخرفة. هذا هو الشكل التقليدي. أوكي. ممكن نستخدم حتى شوكة في البيت طبعا لها ادوات خاصه، لكن انا تعمدت اني ما اجيبها عشان ما يستصعبون المشاهدين. صح. الموضوع ممكن نحطها ونضغطها وبعدين نلفها. اوكي هذا هو شكل النيوكي.
حلو. طب خليني انا اسويها، ايش رايك؟ يلا على بال ما توريها للمشاهدين انا طيب. بجرب اسويها. تدرين يا رؤى وانت والشيف الحين واقفين كذا وانا قعدت وقاعده اشوف من بعيد، حسيت انها طبخه مره سهله حتى للاطفال، ممكن انهم هم يسوونها يستمتعوا فيها جدا. ايوه وبعدين نلفها. طيب يعني ناخذ الشوكه كذا نعكسها نقلبها يا جماعه، بعدين شويه نضغط ونبرمها بالضبط بهذه الطريقه. بالله ايش رايك فيا؟ انا اتوقع ان انت شيف مو بنا، ما شاء الله. لا ما شاء الله، انت اللي تعلمنا يا شيف عاد. بس هو طبعا هم هنا في البرنامج يعرفوا نقطه ضعف ايش؟ المطبخ. المطبخ. ودائما اهلي لما يشوفوا البرنامج ويشوفوني في المطبخ يقولوا وين ما نشوف هالحركات في البيت. ترى دائما كذا تصير. شوفي انا مثلا ما ادخل المطبخ، بس انا انسانه طباخه. طبخك لذيذ. انا في البيت 24 ساعه قاعده في المطبخ اطبخ. نفسي اصدق بس مو لازم تصدقين. نفسي استوعب. سم اودي موعدتكم بمرقوق؟ لا والله ما وعدتهم مرقوق، وعدتهم بسليق. اي خلاص ان شاء الله. طيب هنا اول شيء راح نحط عجينه النيوكي بعد ما شكلناها في المويه المغليه اللي قاعده تطبخ. مسلوقه. اهم شيء اي لازم نسلقها. احنا سلقنا البطاطس اوريدي، بس ان اضفنا عليه دقيق، فالدقيق ما لسه ما استوى، فانا بنضيفها في المويه. طبعا في المويه تاخذ يمكن دقيقه بس. طب شيف على بال ما نسلق البطاطا انا ودي اسالك كيف دخلت هذا المجال؟ طيب هذا المجال كان حب اصلا من زمان. يعني كنت حاب اصلا المجال الطهي وكذا، بس مو من مره قديم، نقدر نقول يعني من كان عمري تقريبا 18. انا عندي سؤال، الحين لاحظت انه شويه بتلصق هنا، ازيد عليها دقيق؟ شوي نقطه؟ شوي طيب. نقطه. ممكن هذه تحطينها في الطحين. اوكي ايوه عشان ما تلصق العجينه، بعدها ننفضها من الطحين. هذه تعتبر اسرار بعد. ها هذه اسرار، بدل ما افكها قبل شوي انت بتفكين وتحطين، قال لك لا على طول في الشوكه نفسها. بالضبط. فمن عمرك 18 سنه تقريباً حبيت هذا المجال؟ ايه طبعا قبلها انا ما كنت احب المطبخ تماما. أي. ولا كنت احب ادخله. لين طلعنا مره رحنا البر، فما معنى احد يطبخ. ما عجبك شكلك؟ لا هذه ممتازه. أوكي. شوي طويله فممكن نقول بكذا عشان سويتها بالعرض مو بالطول. ايه بس ممتازه. هذه اعذاري انا بطلعت اخطاء. انا قلت لازم اجرب اشوف لو تطلع بالطول نفس العرض ولا لا، ففعليا لازم تاخذوها بالطول افضل من انها تكون بالعرض عشان يطلع شكلها مناسب. طيب اذا تسمحوا لي شيف فراس وشيف رؤى، شيف رؤى طلع فاصل سريع ومن بعدها مكملين. أول شيء خلونا نرجع للشيف رؤى والشيف فراس. وين وصلنا يا شيفات؟ خلاص الحين استوت معنا النيوكي. أوه ما شاء الله بسرعة. دليل إيه ما تاخذ دقيقة. حلو. دليل استوائها عشان بس المشاهدين يعرفون، أول ما نحط النيوكي نبدأ نشوف وشلون هي تطفو فوق. لم أول ما تطفو فوق معناته انها جاهزه، معناته انها استوى خلاص. فيصير ناخذها ونحطها في الزبده. وايش كمان اضفت عليها شيف هنا؟ احنا اضفنا زبده، زيت زيتون. ايوه. وريحان، ممكن نضيف ثوم عشان نطعم شوي طعم النيوكي، يعطيها طعم. وبس ونحمرها. طبعا بامكاننا نحمرها وبامكاننا نقدمها بدون تحمير. هو تفضيل شخصي. لكن دائما التحمير هو له نكهه كذا وله طعم. جميل. طيب إذا تسمح لي كمان برضو يا شيف وشيف رؤى أكيد نطلع على التقرير التالي من زميلنا حسين الحميدان، راح يرجعنا إلى عام 1999 بالتحديد إلى بلدة القديح بالقطيف. وفي هذه السنة وقع حريق اشتهر لاحقا بحادثة عرس الخيمة النسائي، واللي أسفر عن حالات كثيرة، منها من توفى ومنها من أصيب بجروح بسبب الحريق وعاش معاناة. بس في هناك بعض من الحالات أو تحدي الإصابة ومن أراد الحياة من جديد هو بطل قصتنا اليوم. خلونا نتابع. في حكاية هذا الشاب تحد وأصرار رغم مرارتها
نعود إلى أدراج قصته الأليمة لحادثة حريق شهير لحفل زفاف التهمته النار وهو في شهور عمره الأولى ليكبر دون أن يعلم ماذا حل به إلا بعد مرور سنوات طويلة ليكمل حياته معها. قصتي قصة مأساوية حزينة تعود لعدة سنوات. كان هناك عندنا زواج نسائي في خيمة واندلع فيه حريق وتسبب فيه ضحايا كثيرة من الوفيات ومن المصابين، وكنت أنا أحد أصغر المصابين في الخيمة، كان عمري تقريباً 6 شهور. وهنا تبدأ القصة. من بعد الكارثة تم ابتعاثي من الدولة إلى أمريكا للعلاج، وذهبت للعلاج تقريباً ما يقارب إلى مدة 8 سنوات للعلاج. عندما بديت أفهم يعني قمت أشوف نفسي، أقول أشوف يعني في فرق بيني وبين الأشخاص الآخرين، وإيش السبب وإيش هذا، قمت أتساءل بيني وبين نفسي. الوالد والأهل قاموا يفهمون، قال لي صارت كارثة كده، وتفهمت الأوضاع وأموري تمام وتعايشتها. أول ما رجعت هنا كملت الدراسة كان في شوي بعض النظرات للأشخاص والأقارب والأصدقاء، في نظرات بينهم يعني تحس في شوي تعجب استغراب. الحمد لله، بس أنا قلت يعني ما بستسلم في الحياة، عيش حياتك وتحدى وعيش واستمر في الحياة، الحياة ما توقف على شيء. لم يقبل جواد الهزيمة أو الانكسار، بل كان متفائلا محبا للحياة مبتسما لها بروحه المرحة ليقول يجب أن أكون، ليبدأ مرحلة جديدة في عالم الرياضة. أنا كنت ألعب كرة يد، من بعد ما وصلت فريق أول وحصلت الصعوبات ذهبت إلى نادي دولي عاقة بالمنطقة الشرقية لذوي الهمم، وشافني المدرب هناك وطرح علي لعبة ألعاب القوة، وأنا كنت يعني أشوف لعبة القوة الجريمي يعني ما أحس هذيك اللعبة. بعد ما لعبتها وتعمقت فيها عرفت يعني تحدياتها والمنافسة اللي فيها، والحمد لله رب العالمين لعبت أول بطولة كانت بطولة الألعاب السعودية وحققت فيها المركز الرابع، وبعدها التحقت ويا المنتخب السعودي. أول منافسة لي دولية كانت بطولة غرب آسيا، والحمد لله رب العالمين حققت في 200 المركز الثاني، وفي 100 متر كان المركز الثاني، والحمد لله رب العالمين تأهلت فيها لبطولة العالم ووصلت نهاية بطولة العالم. البطولات القادمة إن شاء الله يكتب الله اللي فيه الخير ونكون الأفضل والأفضل، والطموح إن شاء الله ما بيوقف. أنا شاركت من قبل في محافل دولية، وإن شاء الله في المحافل القادمة راح أشارك وأرفع علم المملكة بكل فخر وعزة ونجاح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. رسالة أرسلها لجميع ذوي الهمم، أو أي أحد انكسر أو صابته مصيبة أو أي حاجة، لا تستسلم في الحياة، الدنيا ما توقف على شيء، خلي عندك تحدي وإصرار وعزيمة، الدنيا ما توقف. مهما بلغت الصعاب فإن في الحياة أمل نسعى للوصول إليها، وإن طال المسير وزادت الأثقال. لبرنامج سيدتي، حسين الحميدان من بلدة القديح القطيف. طبعا نشكر زميلنا حسين الحميدان على هذا التقرير الملهم، ونرجع لمطبخ سيدتي. تقريبا احنا خلاص 3/4 مخلصين صح شيف؟ كده خلاص، هذه سلطتنا صارت جاهزة، بسيطة صحية لذيذة، عبارة عن طماطم أشكال وأنواع مختلفة بالضبط، وكمان حطينا عليها البالسمك وزيت الزيتون الملح فلفل أسود فقط صحيح؟ وإيش الجبنة اللي اخترتها معانا اليوم؟ جبنة البافلو موزاريلا، ممكن نستخدم الموزاريلا الفريش ما في مشكلة، جميلة بعد، إذا حصلتوا البافلو أفضل وأفضل أفضل وأفضل. وطبعاً الريحان هي النكهة الأساسية في المطبخ الإيطالي. طيب هذه سلطتنا صارت جاهزة الأولى، طبقنا شيف إيش صار عليه؟ طبقنا خلاص، هنا أهم شيء وهذا بس اللي لا تنسونه، النكهات كلها اللي جت هنا نرجع نصبها على الطبق، يعني نشربها بالصوص بالضبط لانه هو فعليا فيه النكهه. يس والباقي خلص نيوكي بعد الطبق ما الثاني. طبعا حطيناه في الزبده وشويه زيت، هذا اخذها هذه عنك شف خلاص كذا جاهز معنا.
ممتاز. طيب ولا اسهل انا ممكن زينها بس بال... طبعا خلينا نذكر انه يوكي كمان ممكن ننكهه في مرحله تشويح على الزبده، ممكن نحط ريحان او شويه ثوم. ايش كمان ممكن في اشياء ممكن نضيفها؟ ممكن نحط ثوم، ريحان، اي ممكن نحط التشيلي فليكس، الفلفل المجروش، ممكن نحط اي نكهه احنا نحبها. هم في الغالب يحطون ريحان، ميراميه، فريش، يعني النكهات اللي احنا نحبها. وانا بصراحه مره مستمتعه بالروائح اللي بشمها، فيعطيك الف عافيه، نورتنا اليوم يا شيف، وشكرا على هالاطباق السريعه واللذيذه. شكرا لك. الله يحييكم. شكرا لكم، ما قصرتوا. شيف راس يعطيك العافيه. شيف رؤى، انا ودي انك تختمي وتعالي. انا الحين ها يلا مشاهدينا، بكذا وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم بكره بنفس الموعد بامان الله.